رجعنا مره تانية لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومنورين طبعا ومشرفنا في الاستوديو استاذ محمد القوصي الناقد الرياضي الكبير. يا مساء الفل عليك. اهلا بك شيماء، تحياتي ليكي ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. انا وسهلا. طيب عايزين نتكلم بقى النهارده عن حاجات كتير جدا. اكيد هنتكلم عن جمهور النادي الاهلي اللي دايما بنقول عليه ان هو اللاعب رقم واحد، اللاعب الاهم، اهم عنصر من عناصر منظومه الكوره في النادي الاهلي اكيد، او منظومه النادي الاهلي كلها اكيد الجمهور ده هو الاهم. هنتكلم عن الجمهور، هنتكلم طبعا عن خساره او الخروج من دوري ابطال افريقيا، خساره مباراه الذهاب قصاد سان داونز، وطبعا الاداء الجيد اللي ظهر عليه لاعبتنا في المباراه الاخيره يوم السبت. هنتكلم كمان عن لقاء بيراميدز القادم يوم الخميس اللي جاي، وبقى وعن مشوارنا في الدوري المحلي طبعا اللقب اللي دلوقتي الجمهور ما بيطلبناش غيره. ده كلام كتير جدا يعني. كلام كتير قوي، خلينا بقى نتكلم الاول يعني يا رب يكون في وقت ونقدر نغطي كل الاسئله اللي طرحتها شيمة. يعني كلام كتير جدا وكلام مهم، لكن هبدا من النقطه المهمه جدا والنقطه اللي انا حابب اتكلم فيها الحقيقه اللي هي نقطه جمهور النادي الاهلي. صحيح، جمهور النادي الاهلي هو البطل، هو يعني العلامه البارزه اللي الكل كان بيتحدث عنها، هو اللي يعني خلى كل وسائل الاعلام يعني تسيب كل حاجه وتسيب الخروج وتتكلم عن جمهور الاهلي. ودي مش اول مره. يعني ايه الجمهور ده؟ يعني جمهور. صحيح. اثبت ان هو جمهور عاشق للكيان، جمهور محب للنادي الاهلي، جمهور عظيم، جمهور فعلا معاه في المره قبل الحلوه، وده هو يعني هو الحب الحقيقي، هو العشق، في حاله غرام وعشق للكيان غير عادية. يعني ممكن واحد يحب المصلحة، يعشق لهدف معين، لكن أن تعشق وهو خاسر وهو فائز وهو منتصر وهو عنده بطولة وهو خارج من البطولة وهو خارج من بطولة، فده دي حاجة مختلفة جدا يعني. فدي حاجة الحقيقة يمكن جمهور الأهلي يستحق عليها التحية، يستحق عليها التقدير، جمهور عظيم يستحق نادي عظيم بقدر النادي الأهلي. العلاقة اللي بين جمهور النادي الأهلي وبين الجمهور وبين النادي الأهلي علاقة الحقيقة يعني تقريبا مش موجودة في العالم الحقيقة. الواحد عمره ما شاف كده، وبيقدموا نموذج للتشجيع المثالي والتشجيع المحترم، انك مش شرط. صحيح. انك انت بعد ما تخسر ان تتحدف بالازاز وتتشتم وتتهان. لا، وليه؟ لا، شوف الادب وشوف الاحترام طبعا. وشوف التقدير. وبعدين برضه يا استاذ محمد، يعني خسارتنا لبطوله او لمباراه، هل ده ممكن ينقص من القاب وتاريخ وبطولات وانجازات النادي الاهلي؟ لا طبعا اطلاقا، يعني اطلاقا. وده ده ده دي الثقافه اللي عند جمهور النادي الاهلي. ده الحس اللي عند جمهور النادي الاهلي. مشاهد جمهور النادي الاهلي يوم المباراه وقبل المباراه كانت مشاهد عظيمه، مشاهد. صحيح. كبيره تعبر قد ايه الجمهور ده عظيم، قد ايه الجمهور ده محترم، وبعد المباراه بقى قد ايه الجمهور ده يستحق ان لعيبه الاهلي يعني تموت نفسها في. صحيح. الملعب في اللي جاي وتحقق له هدف وتفوز بالدوري. يعني شفنا الجمهور في عينيه الدموع وواقف بيحيي بعد كده اللعيبه بعد المباراه وبيقول لهم بقى الدوري، احنا عايزين الدوري. تمام. اللي راح راح، ركزوا في اللي جاي. تمام. هذا الحب الجماهيري بدا تقريبا من بعد الماتش اللي كان في بروتوريا، بعد الماتش اللي كان ماتش الذهاب. بدا الجمهور يسال عن الماتش اللي جاي هيكون قد ايه، العدد قد ايه، لغايه ما عرفوا العدد اللي موجود، وكانوا يتمنوا انه لو في 100,000 متاح لهم انه يروحوا الاستاد كان هيروحوا الاستاد. العدد اللي كان موجود وزياده راح. التهافت على التذاكر بشكل غير عادي، هذا الإقبال، يعني فريق خاسر بهذه النتيجة الكبيرة وتكاد تكون أماله في تعويضها شبه مستحيلة، أو يعني صعبة جدا جدا جدا، تصل لدرجة المستحيل، تحتاج إلى معجزة. ورغم ذلك الجمهور عايز يروح، يعني عايز يروح يقف جنب الأهل، عايز يروح يقول أنا واقف جنبك، أنا مش بعيد عنك، أنا في صفك، أنا معاك، انا بعشقك في كل وقت وفي كل حين. صحيح. وفي كل ظرف انت موجود فيه، وانت منتصر وانت جايب البطوله وانت خاسر وانت منتصر، انا معاك في كل وقت. وبعد كده راحوا داخلين على الاستاد، يوم الاستاد كان يوم احتفاليه عظيمه جدا. جمهور بيهتف بكل حاجه في الكيان، بيهتف بكل حب للنادي الاهلي، بيهتف بكل تقدير للنادي الاهلي. بعد كده دخلت اثناء المباراه، لم يتوقف عن التشجيع بدايه من الدقيقه الاولى دون ضغط ودون اي خروج عن النص، من الدقيقه الاولى الدقيقه 90 هتاف الى الاخر، حتى جاءت لحظه نهايه المباراه، وكان المشهد المؤثر بشكل غير عادي في كل من تابع المباراه سواء جوه الاستاد او بره الاستاد. شاهدنا جمهور الاهلي يقف ويصفق للاعبي الاهلي، ولاعبي الاهلي يروحوا ممتنين، يعني مش مصدقين ان ده الجمهور، وبيعدوهم ان هم يفرحوهم ويحققوا لهم اهدافهم في المرحله اللي جايه. صحيح. حضرتك شايف ان واقع هتافات الجمهور لفريق النادي الاهلي بعد الخساره وبعد الخروج هتكون عامله ازاي على معنويات اللعيبه؟
يعني هل ده هيديهم دفعه كبيره ان شاء الله في اللقاءات القادمه، وبالاخص طبعا لقاء بيراميدز يوم الخميس اللي جاي، ان هم يعني يثبتوا للجمهور ان هم بيحبوه وعايزين يصلحوه زي ما هو واقف جنبهم؟ بالطبع طبعا، المشاهد اللي شافوها لعيبه الاهلي في مباراه سان داونز في الختام لن تخرج من عقلهم، لن تخرج من راسهم، لن تختفي من امامهم وهم في مواجهه يوم الخميس او اي مواجهه قادمه. يعني شاهدوا يمكن هذا الجيل من اللاعبين غالبيته او معظمه باستثناء القليل منه لم يلعب امام جمهور بهذا الشكل، لم يشاهد جمهور الاهلي بالشكل الحقيقي، لم يتربى وسط جمهور الاهلي، بسبب ان من 2011 احنا تقريبا ما عندناش جمهور. صحيح. فعدد كبير جدا من اللعيبه دي ما لعبش وسط هذا الكم، يعني باستثناء احمد فتحي وحسام عاشور تقريبا اللي هم عاشوا الجمهور الحقيقي للنادي الاهلي قبل 2011. معظم اللعيبه الموجوده دي مجموعه صغيره السن لم تشاهد هذا الجمهور، فشاهدوه وشاهدوا قد ايه الجمهور ده بيعشق الكيان، وقد ايه الجمهور ده بيحب النادي الاهلي، وقد ايه هذا الجمهور بينتمي الى الفانيلة الحمراء، المؤكد انهم سيقاتلون من اجله. لكن انا اللي لفت نظري يا شيما بشكل كبير جدا في وسائل الاعلام النهارده في التغطيه، ان عدد كبير جدا من الكتاب تحدث عن ظاهره جمهور النادي الاهلي، تحدث عنها بشكل واضح، تحدث عنها كتاب كبير. يعني لما نلاقي حد زي الاستاذ ماجد نوار في الجمهوريه بيتحدث عن هذا الامر بشكل واضح جدا في عموده وزاويته اليوميه، وبيقول عن جمهور النادي الاهلي ان المكسب الحقيقي من تلك المباراه وفوز الاهلي بالهدف الذي احرزه وليد ازارو هو خروج جماهير الاهلي راضيه ومبسوطه من اداء فريقها رغم خروجه من البطوله، الجماهير المحترمه التي زحفت صوب استاد برج العرب لمؤازره فريقها بكل حب وتقدير واحترام على مدار 90 دقيقه، ورغم سوء التحكيم الا انهم شجعوا فريقهم وبحراره وحماس وقدموا التحيه لنجوم الاهلي. صحيح. يعني اي تقدير هذا؟ يعني اي قيمه هذا؟ اي ما هذا الجمهور العظيم الذي لفت الانظار بهذا الشكل؟ كمان الاستاذ كرم كردي في المصري اليوم بيقدم لنا مقاله بعنوان مثاليه جمهور النادي الاهلي، يعني حاجه بيتكلم فيها طبعا عن ان جمهور النادي الاهلي قدم مثالا يحتذى به في التشجيع، مثالا يحتذى به في الاحترام، مثالا يحتذى به في التقدير. جمهور النادي الاهلي حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه جدا. يعني وشفنا المصري اليوم ازاي مغطيه بتقول اعظم جمهور في الكون، وشفنا الوطن الحلوه والمره معاه، وشفنا الاهرام والاخبار الجمهوريه، كل الصحافه النهارده وكل الصحافه المكتوبه خرجت تشيد وتمجد بسلوك واداء جمهور النادي الاهلي، هو الجمهور الحقيقي، الجمهور اللي نتمنى نشوفه في كل ملاعبنا في مصر. حقيقي. طيب خليني ارجع بس واسالك عن حاجه مهمه جدا. دلوقتي احنا شفنا كمان زي ما شفنا في الناس بتشيد وبتتكلم عن مثاليه واخلاق جمهور النادي الاهلي، كان في ناس برضو ضد اللي حصل، كانوا بيقولوا انتوا ازاي بعد ما اللعيبه تخرج من البطوله وبعد الاداء في المباراه مباراه الذهاب ازاي تقفوا تحييهم؟ تقول للناس دي ايه؟ لا اقول لهم انتوا يعني ابتعدوا، يعني احنا الحقيقه مش عايزين نسمع هذه الاصوات. يعني انا مش متخيل ان حد يقول كده، ما حدش يعني يرفض الاحترام، ما حدش يرفض الادب، ما حدش يرفض القيمه، ما حدش يرفض هذا الحب والعشق للكيان. يعني اعتقد ان ده واحد بيشجع يعني بدون احاسيس. صحيح. بدون تقدير للكيان. وبعدين كمان يعني دلوقتي لما الجمهور يرجع ويهاجم الفريق، انت متخيل الواقع بقى الهجوم ده على نفسيه الفريق بعد ما خرج وهيبقى عامل ازاي؟ وده قد ايه هيأثر سلبيا في اللقاءات القادمه؟ هو انا عايز الفريق يعني يقوم ويقف على رجليه ويحقق انتصارات ولا انا هذبحه في وقتها؟ ولا اذبحه واخلص عليه وينتهي القصه ودمر الدنيا وكسر الدنيا زي ما في البعض بيتحرك في هذا الاتجاه؟ زي ما قلت لحضرتك وزي ما كل الكتاب المحترمين قالوا كده وزي ما كل الصحافه الواقعيه تحدث كده، ان هذا الجمهور المحترم يعني شد من ازر الاهلي ورفع من ازر الاهلي. والمشهد ده حصل قبل كده لما الاهلي كان راجع من كاس العالم للانديه وكان خسران بشكل كبير جدا وبنتائج سيئه جدا وحقق المركز السادس، فوجئ البرتغالي مانويل جوزيه ولاعيب الاهلي بالاستقبال محمد ابو تريكه وكل النجوم اللي موجودين بالاستقبال الفظيع، لدرجه ان هم قعدوا يبكوا في المطار. يعني يعني كان مشهد مذهل. فهو ده جمهور النادي الاهلي، هي ده عظمه جمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي عنده استعداد يعني يفدي النادي الاهلي بروحه وبوقته وبجهده وبماله. تحيه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي الكبير الذي وقف وصمد وصبر، واعتقد ان ده هيبان اثره خلال المرحله الجايه ان شاء الله. اتكلمنا طبعا النهارده من خلال الصحف والمواقع اللي استعرضناها عن كلام عن طبعا ان مجلس اداره النادي الاهلي بيفضل استمرار مارتين لاسارتي وان هو ما فيش نيه للاستغناء عنه، وحتى كلام مارتين لاسارتي ان هو مش هيقدم ابدا استقالته في الوقت الحالي. راجل اتكلم برده ان هو لما جه النادي الاهلي في الدوري المصري الممتاز بالاخص، قال النادي الاهلي كان ساعتها في المركز يمكن ال 13، دلوقتي احنا في المركز الاول وعندنا هدف، وانا فعلا حزين ان احنا خرجنا من البطوله دي بس انا عندي اهداف وادوني ان انا وقت ان انا اقدر احققها.
تمام. بص يا شيماء، الاهلي ده منظومه كبيره، منظومه عظيمه، منظومه لها تاريخ ولها اسس ولها قواعد ولها لوائح بتسير عليها. يعني طول عمر الاهلي بيسير في خط يعني لا يحيد عنه، عمر الاهلي ما بيتعامل بالقطعه مع احد. يعني ما اعتقدش ان يعني حتى جمهور الاهلي الان اعتاد على التفكير الاداري داخل النادي الاهلي، يعني حتى رغم هذا الخروج وتوديع دوري الابطال، لكن الجمهور كان عنده ثقه ويقين انه مستحيل الاهلي هيقيل المدرب بتاعه. صحيح. او يفكر في ذلك. صحيح. فلا لاسارتي فكر ان هو يمشي ولا اداره الاهلي فكرت ان هي تمشيه، بالعكس بل كان تجديد للثقه فيه لدعم الاستقرار في الفريق. يعني انا شخصيا شايف ان لاسارتي بيقدم بشكل جيد والفريق بيقدم بشكل جيد لما يكون مستلم الفريق فعلا زي ما هو قال بعد المباراه، انا استلمت الفريق متخلف ب 12 نقطه عن الزمالك المتصدر، والان الاهلي هو المتصدر لقمه الدوري المصري تحت كل هذه الضغوط. فده يعني اعتقد شيء عظيم جدا، والاهلي ظهر بشكل كبير جدا وظهرت شخصيته كمان في المباريات مع لاسارتي، وراجل ليه بصمات موجوده مع الفريق. لا يجب ان ننكر هذا، مباراه صن داونز هذه مباراه لو اعيدت 100 مره لن يتكرر فيها ما حدث. صحيح. لانها مباراه غير عاديه، مباراه للنسيان، مباراه للنسيان اللي كانت في الذهاب. وشاهدنا المباراه العوده قد ايه الاهلي كان عظيم وقد ايه الاهلي ادى بشكل كويس. صحيح. وقد ايه الاهلي قدر يحط الفريق الجنوب افريقي اللي هو المفروض كسبان 5 هناك في ملعبه طول. صحيح. الوقت رغم كاهل الخمس اهداف اللي موجوده على اكتاف لاعب الاهلي، والاهلي قدر يؤدي بهذا الشكل وقدر يحرز هدف رغم الغاء هدف صحيح للنادي الاهلي وعدم حساب ركلتي الجزاء ورغم الانذارات اللي كانت موجوده ورغم برضو كمان مع العلم. مش عايزين نتكلم في كل الحالات دي، لا التحكيمي ده كان كارثه، قفلت خلاص كارثة. يعني القصه وانتهت يعني. لكن النادي الاهلي دايما بيتعامل كمنظومه، اعتقد ان الثقه كامله في لاسارتي، ثقه كامله في اللاعبين. صحيح. مستمرين، لان ما ينفعش الاهلي يغير وعنده ماتش بعد 48 ساعه وعنده ماتش بعد يعني يوم الخميس عنده ماتش، يوم الاثنين عنده ماتش، اثنين من اهم الماتشات في الدوري اللي هيحددوا وهيحسموا بدرجه كبيره جدا يعني وجهه الدرع ان شاء الله. صحيح. اللي في الغالب بتكون ناحيه الجزيره كما اعتدنا في ال 40 درع الماضيه اللي حصل عليها الاهلي. صحيح. مارتين لاسارتي ودوره بقى في الجلسات اللي بيعقدها مع نجوم النادي الاهلي ومع لعيبه النادي الاهلي، الجلسات النفسيه اللي بيعمل فيها ان هو يعني يرفع من روحهم المعنويه بعد طبعا الخروج من البطوله، شايف اهميتها ايه؟ لا طبعا ده شيء مهم جدا، والعامل النفسي مهم جدا في كره القدم، لدرجه ان بعض الفرق والاهلي كان استعان باطباء نفسيين في الفرق علشان لمثل هذه الظروف. دي حاجه مهمه جدا، مهمه جدا, جداً. طبعا. واعتقد ان حد بحجم لاسارتي مدرب كبير وله خبرات اكيد بيتعامل مع اللعيبه بهذا الشكل، واكيد هو استفاد من الظروف اللي عاشها في مصر وفي النادي الاهلي وافريقيا، كل دي بتديه خبرات هيتعامل بيها. واعتقد ان الثقه اللي ادها له مجلس اداره النادي الاهلي هتخلي معنوياته عاليه وهتخلي معنويات اللعيبه عاليه جدا. مؤكد ان هو سيتحدث كثيرا عن الجانب النفسي وعن، وده شيء معتاد جدا من المدربين بعد ما تفقد بطوله انت كنت فيها او تخطر لقب، مهم جدا انك انت تلعب على النواحي النفسيه والمعنويه للعيبه طبعا بجانب النواحي البدنيه والفنيه. انا شفنا النواحي البدنيه والفنيه للاهلي قد ايه عاليه جدا، حتى ان معظم الخبراء اكدوا ان لو الاهلي استمر على هذا النهج في اللعب الفني والبدني والاداء اللي ادى بيه حتى قدام سان داونز، واعتقد ان هو هيقدر يحسم البطوله باذن الله بشكل كبير جدا ان شاء الله. اللقاء يوم الخميس بتروسبورت قصاد بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، لقاء مهم جدا زيه زي برضو بقيه اللقاءات اللي هتكون عندنا، وكل لقاء عندنا في الدوري المصري ممتاز هو لقاء مهم جدا ومحتاجين فيه الثلاث نقط. شايف اللقاء القادم ده هيكون فيه تغيير جذري في التشكيله؟ لا ما اعتقدش ان هيكون في تغييرات جذريه في التشكيله، لكن المؤكد ان لاسارتي هيستفيد بمجموعه اللعيبه اللي هي موجوده خارج القائمه، وخصوصا جيرالدو وصالح جمعه وبعض اللاعبين الاخرين اللي ما اتاحت لهمش فرصه ان هم يظهروا في المستوى الافريقي لظروف الكل يعلمها. انا برضو يعني مش عايزين، لسه ما زال مشوار الدوري طويل وفي كلام كتير جدا وفي ناس هتفقد نقاط كتير جدا في الدوري، احنا ما زال قدامنا عدد كبير جدا من النقاط لم يحسم. فاعتقد ان هي مباراه بثلاث نقاط، مباراه مهمه لانها مع منافس مباشر موجود ليك في المسابقه، فاي فريق هيكسب هتفرق معاه كتير جدا. الاهلي لو كسب هيحلق بعيدا بالقمه وهيصير بشكل كويس جدا وبقى بيقترب بدرجه كبيره جدا، لا قدر الله في اي نتيجه اخرى يعني هتخلي الامور تتعرقل شويه. المؤكد ان الاهلي يلعب على هذا الهدف، الاهلي هيركز على تحقيق نتيجه طيبه ترجي جماهيره ان شاء الله، نشوف مباراه تليق بالنادي الاهلي، مباراه مميزه. اعتقد فريقين بهذا الحجم وفي عدد كبير جدا من اللعيبه في الملعب، اعتقد هنشوف مباراه قويه، مباراه مميزه، مباراه
يعني تليق بالدور المصري ان شاء الله. حتى نتمنى ان التحكيم ايضا يكون على نفس المستوى، يكون تحكيم مميز، يكون تحكيم اوروبي من الصف الاول، وليس كما حدث من قبل باحضار حكام من الصف الثالث. ونادي الاهلي طلب بده واكد ده، وكان حريص جدا على ان يطلب ده من اتحاد الكوره، لان المباراه دي مباراه الاهلي، وهو من طلب حكاما اجانب لهذه المباراه. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه طيبه ومرضيه وتسعد جماهير وتعوضه كثيرا عن الخساره الافريقيه. استاذ محمد، احنا كنا بنستعرض من شويه المقال الخاص بدكتور كرم كردي اللي كان عنوانه مثاليه جماهير النادي الاهلي. معانا دلوقتي دكتور كرم كردي على التليفون. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا شيما، ازي حالك؟ منورنا يا استاذ محمد. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ يعني مقال رائع مثالية حقيقة، يمكن كاتبها حضرتك النهاردة عن جمهور الأهلي. يعني حضرتك كيف يعني شفت المشهد ده النهاردة؟ والله عارف يا محمد، دي يعني لما بتتمنى حاجة وبعدين تشوفها أكيد بتبقى سعيد جدا، لأن إحنا يعني المباريات مكسب وخسارة، لكن إحنا خسرانين الجماهير اللي بتسعد المدرجات وتسعد اللاعبين وترتقي بمستوى اللعبه، فانا دلوقتي 7 سنين. فطبعا لما يبقى في مباراه زي كده والفريق النتيجه للاسف يعني في مجملها او في اجمالها ما هياش لصالح النادي الاهلي، لكن نلاقي الجمهور زي ما دخل وهو متشوق ونفسه ان فريقه تكسب، ويمكن يعني لو الكوره بتاعه عمرو السوليه اللي جت في القائم كانت دخلت كان احتمال كبير جدا ان يبقى في نتيجه اخرى، بالاضافه طبعا الى ان جسامه ما شاء الله من احسن الحكام. ده اي حد عدى جنبه اداله انذار. ما هو احسن اي حد بيعطس في الملعب بياخد انذار. هو عمل حسنه واحده في حياته لينا، اللي هو البنالتي بتاع تريزيجيه ان هو ما تغاضاش عنها في مباراة الكونو، لكن غير كده عمرنا ما شفنا منه حاجة كويسة، يعني واخرها كان ماتش الكاميرون طبعا في نهائي كأس الأمم المرة الأخيرة. لكن الجمهور بلا شك إنه أثبت إن هو لما بيحب إن هو يبقى ملتزم بيبقى ملتزم، عاوز يثبت فعلا إن إحنا لازم نرجع مدرجات. بلا شك إن الجمهور هو العامل الأساسي الأول لنبذ الخارجين من المندسين في المدرجات، لان انت حضرتك لما كل واحد هيسكت اللي جنبه، كل واحد لا يتفاعل مع اي واحد مغرض او اي واحد داخل علشان يفسد المباراه، وهي مش بالاسف ما تبقاش مباراه واحده، ده بيفسد مباريات لمده سنين. صحيح، واخد بال حضرتك؟ بلا شك ان كل واحد يبقى غصب عنه هيلتزم، ان احنا فعلا يعني كرهنا شكل المدرجات الفاضيه. يعني 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 احنا 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 الدوله الوحيده اللي بتلعب من غير جمهور، ويعني حتى انا يوميها بعد المباراه ما خلصت بحوالي ساعتين وعرفت ان الجمهور كله روح بسلام، كلمت مدير امن اسكندريه وهو راجل محترم اللي هو محمد شريف وشكرته وقلت له مبروك، لان فعلا هم يعني عملوا شغل جيد، والجمهور تفاعل مع النظام، تفاعل مع ان الناس كلها تكون منتظمه وملتزمه. اتمنى ان الكلام ده كله يستمر وعندنا كاس امم افريقيا. صحيح، الناس كلها يمكن بعد كاس امم افريقيا يا دكتور ممكن نشوف الجماهير مره تانية موجوده في المدرجات. والله يعني انا اعتقد ان اللي حصل في ماتش الاهلي ده هيشجع جدا، كانت بادره هيشجع جدا ان الجمهور يرجع للمدرجات باذن الله، ونتمنى ان لغايه نهايه الدوري ان برضه الامور كلها وانا هنا بقول يا جماعه لو سمحتوا الاداريين واعضاء مجالس الاداره والمديرين الفنيين لو سمحتوا ضبط النفس برضه واللاعبين برضه، لان ده اللي بيعمل للجماهير. لما هم هيلاقوا الناس دي كلها ملتزمه بلا شك ان ده هيساعد كتير جدا على التزام الجماهير. فانا بشكر جماهير النادي الاهلي فعلا، لان هي هتبتدي تحط نواه عوده الجماهير
الى المدرجات اللي اشتاقوا اليها واللي اشتاقت اليهم. احنا طبعا بنشكر حضرتك يا دكتور على المقاله الراقيه، ويمكن من الـ 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 الكلمات المؤثره والمميزه فيها: وزاد من المشهد الراقي الذي ظهرت به جماهير الاهلي في مدرجات برج العرب قبولها لاعتذار لاعبيها. اعتقد ان طبعا جمهور يقبل اعتذار حاجه جديده على مصر. محمد، اقول لحضرتك انا وانا بتفرج على الماتش، يعني انا اتفرجت يمكن على، يعني كنت قاعد مع ناس فكنت بس مركز، حتى الناس كانوا، لان انا عندي انتخابات بكره، فحضرتك انا مرشح كل التوفيق لحضرتك ان شاء الله. فعندي انتخابات بكره، فكنت قاعد مع ناس لكن عيني على المباراه. انا لما شفت حسام عاشور وهو بيلم اللعيبه، يعني كنت سعيد جدا جدا، لانها حركه حضاريه، وانك تروح تحيي جماهيرك، مش هقول تعتذر، لكن انت بتروح تقول للجماهير يعني انا كان نفسي ابسطكم، لكن الامور للاسف، لان ما حدث في 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 بريتوريا او في المباراه الاولى، يعني انا لما تقعد تتفرج على الاجوان يعني كانك لعيبه مخدره. دي مباراه للنسيان، مش عايزين نتفرج عليها اصلا. يعني كان حاجه غير طبيعيه، ومش هو ده النادي الاهلي اللي احنا اتعودنا عليه. لان في الاول والاخر برضو انا دايما بقول ان النادي الاهلي ونادي الزمالك لما بيبقوا كويسين منتخب القوم بيبقى كويس. لما الناديين الكبار بيبقوا للاسف الشديد مستواهم بعيد عن الحاله اللي احنا نتمناها، ده بيؤثر تاثير مباشر على المنتخب القومي بتاعنا، واحنا داخلين على كاس امم على ملعبنا، والناس كلها بتحلم ان ما يحدث في 2006 وباذن الله هيحدث، سواء من جمال الجماهير وروعتها او جمال اداء الفريق، وان هم يفوزوا بالبطولة ويسعدوا الشعب المصري إن شاء الله بإذن الله. شكرا ليك دكتور كرم كردي، نورتنا في قناة النادي الأهلي وفي برنامج كلام في الميديا. نرجع بقى نتكلم مرة تانية عن نادي الأهلي وعن لقاءاته الهامة. قلنا لقاء بيراميدز يوم الخميس اللي جاي، لقاء بيراميدز يوم الخميس اللي جاي بحضور المشجعين، 5000 مشجع، 3000 للنادي الأهلي و500 لبيراميدز كالمعتاد. يعني طبعا تبقى للوائح اللي كان متفق عليها اتحاد الكرة بحضور 5000، اعتقد ده هنرجع له تاني. اتمنى ان شاء الله ان يعني المباريات اللي قبل كاس الامم تكون بهذا القرار، وبعد كاس الامم ان شاء الله الامور تختلف تماما. صحيح. بعد هذا المشهد الراقي اللي قدمه جمهور النادي الأهلي في مباراة سان داونز، واعتقد جمهور الزمالك بالامس برضو كان نفس الشكل، فان شاء الله كل التوفيق للملاعب المصريه وللامن المصري وللجمهور المصري، ان ملاعبنا ترجع كما هي. يا جماعه شفنا المشهد امبارح كان قد ايه رائع، كان قد ايه عظيم، شفنا الكلمات اللي قالها الدكتور كرم كردي، يعني ازاي يعني بتعظم من هذا الجمهور. والحقيقه الواحد بيحس ان الماتش ميت من غير جمهور. يعني بنشوف كل، احنا دلوقتي تقريبا كل المصريين بيتابعوا كل الدوريات الاوروبيه، خصوصا اللي هم الخمس دوريات الكبار. بنشوف قد ايه الجمهور المدرجات مكتمله، يعني قد ايه ده مؤثر، قد ايه راسم تابلوه رائع وجميل، وقد ايه ده بيفرق مع اللعيبه. شفنا جمهور النادي الاهلي فرق قد ايه مع اللعيبه، فنتمنى ان الجمهور يرجع، يعني حتى يعني لو ب 50% من قوته تدريجيا الى ان تكتمل القوه، ده هيكون مفيد جدا ومفيد لمصر. اعتقد ان الامور في كاس الامم الافريقيه ان شاء الله هتكون مختلفه تماما، ملاعبنا هتكون ممتلئه تماما بالمدرجات، لان كل الجمهور المصري هيكون موجود، وباذن الله مصر قادره على التامين الكامل للجمهور وللملاعب ولكل شيء. والملاعب الان السته التي ستستضيف البطوله من الثلاثه في القاهره واسكندريه واسماعيليه وبورسعيد كلها ملاعب جاهزه ومؤمنه على اعلى مستوى طبقا لاحدث النظم العالميه. صحيح. طيب ال 5000 مشجع اللي هيحضروا مباراه بيراميدز اليوم الخميس الجاي ان شاء الله، احنا طبعا المباراه الاولانيه ما كانش فيها اي حضور جماهيري، كان فيش فيها غير بس مجلس الاداره والاداريين فقط، لكن وجود بقى ال 5000 مشجع في المباراه القادمه هيفرق مع النادي الاهلي، هيفرق مع لعيبه النادي الاهلي؟ طبعا اي جمهور موجود للنادي الاهلي في المدرجات بيفرق مع النادي الاهلي، حتى لو 10 بيفرقوا مع النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يعني متى شعرت لعبت، لان الجمهور في المدرج وبيهتف ليه وموجود ليه، بجانب طبعا الجمهور الملايين اللي حوالين شاشات التلفزيون، اعتقد ده بيفرق وده مهم جدا، واكيد هيكون لهم صوت قوي وصوت مسموع، هيكون لهم تاثير كبير جدا ان شاء الله بكره في يوم الخميس باذن الله على المباراه وعلى نتيجتها. ان شاء الله الجمهور يقدم لنا مشهد راقي كما شاهدناه مؤخرا في هذه المباراه. بعيدا بقى عن النادي الاهلي وعن بطوله الدوري المصري الممتاز، تعالى نروح لكاس امم افريقيا واستعدادات مصر لاستقبال البطوله المهمه دي. كان 2019 اكيد طبعا حدث رياضي مهم جدا، هو بس مش رياضي، هو طبعا يعني حدث ليه ابعاد تانية كتير جدا مهمه لمصر. اكيد شايف استعداداتنا عامله ازاي، وشايف طبعا كنت بتكلم عن
ملاعب، 6 ملاعب، 3 في القاهرة، بورسعيد واسماعيلية واسكندرية. شايف استقبالنا دلوقتي ازاي للبطولة دي؟ الحقيقة زي ما انت قلتي ده حدث ليس فقط حدث رياضي، الرياضة لم تعد محصورة في كلمة الرياضة، صحيح، بل حدث سياسي وحدث اقتصادي وحدث اجتماعي وحدث أمني وحدث جماهيري وحدث شعبي. يعني مجموعة من الأحداث، الحدث ده لما بيكون في مكان بيخلي كل أنظار العالم أولا قارة أفريقيا بشكل خاص والعالم بشكل عام متجهة إلى مصر لمتابعة، زي ما كان المونديال في روسيا، يمكن العالم كله ما بصش لروسيا زي ما بص لها لما كان المونديال عندها طبعا. فالأحداث الرياضية المهمة وخصوصا المتعلقة بكرة القدم بتجذب الأنظار وبتلفت الانتباه وبتأخذ كل الأضواء، فمهم جدا أن احنا نهتم بالحدث. وأعتقد أن الدولة المصرية بكامل قوتها وبكامل طاقتها مهتمة بهذا الحدث، بداية من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الرياضة واتحاد الكرة، كله مهتم طبعا بهذا الحدث المهم وهذا الحدث أجلت. وده كان واضح أكيد كمان في حفلة القرعة بالضبط. يعني أنا جاي لك، أنا يعني الدولة المصرية بقيمتها وقدراتها التنظيمية العالية ظهرت في حفل القرعة، صحيح، التنظيم رائعة، الأمن، المنظر الجميل، المنظر الرائع. الحقيقة يمكن الواحد كان فخور جدا، يعني مشهد صحيح رائع، مشهد تفخر بيه كمصري. اختيار المكان كان رائع، كان نموذجي، وضع الضيوف كان مذهل، القعدات والجلسات كانت منظمه بشكل مهم جدا، سحب القرعه تم بشكل رائع زي ما كنا بنشوف كره كاس العالم. فحقيقه فخر كبير جدا لمصر. مين اللي عنده المنظر ده انه راكب الاهرامات الثلاثه وراكب الهول وانت قاعد عامل هذا صحيح الفيو قدام العالم كله اللي الناس بتجيله من كل انحاء العالم عشان تشوفه، بتقدم المشهد الجميل ده والمشهد الراقي ده. اعتقد ان منظر القرعه ده بيقول لنا ان في شغل مهم جدا، في تنظيم مهم جدا، ودليل على ان مش هي رياضه، ده اشتغلت في وزاره السياحه واشتغل في الطيران واشتغلت في الداخليه واشتغل في الامن. مصر كلها كانت في صحيح في القرعه، ومصر كلها هتكون في كاس الامم الافريقيه. ان شاء الله هنقدم كاس الامم الافريقيه رائعه ونموذجيه كما تلك التي قدمناها في 2006 واللي كانت مصر فيها عظيمه وحققنا فيها اللقب. يعني اخر بطولتين نظمناهم في 86 وفي 2006 كان تنظيم رائع وكان اللقب من اجل مصر باذن الله. البطوله على ارضنا والكاس لينا ان شاء الله. خلينا نرجع نتكلم برضو على امم افريقيا وعلى منتخبنا الوطني الاول، لكن بعد الفاصل. ثانيه ولسه منورنا في الاستوديو استاذ محمد الروسي الناقد الرياضي الكبير. نرجع بقى نتكلم عن بطوله امم افريقيا او عن كان 2019، كنا بنتكلم عن القرعه، فعايز اسالك الاول يعني شايف انهي مجموعه هي الاقوى وهي الاصعب؟ لا يعني بطي ما فيش مجموعة الأقوى ولا الأصعب، يمكن التوزيع تم طبقا لتصنيفات واضحة ومحددة، مستوى أول وثاني وثالث ورابع، في توزيع شبه عادل موجود يعني. لكن عايز أتكلم عن مجموعتنا تحديدا، وده اللي يهمنا في الموضوع. يعني البعض بيقول لك ان المجموعه سهله والمجموعه يعني عاديه جدا واحنا ضامنين التاهل. طبعا كره القدم ما فيهاش الكلام ده خالص، انت المفروض ده بيفكرني بقى بكلامنا عن كاس العالم واحنا ما فيش زينا واحنا هندخل وهنصعد يعني الموضوع في ايدينا ياما اتحطينا في مجموعات سهله في كاس العالم وفي افريقيا وتعثرنا في الكثير من الامور صحيح في السابق يعني. فمش عايزين النغمه دي تسود. احنا بنتكلم على منتخب اوغندا اللي كان معانا، وده كان منتخب كان يعني من اقرب المنافسين لينا وفاز علينا في اوغندا بهدف وكسبناه بصعوبه جدا في القاهره بهدف. منتخب زيمبابوي منتخب لنا معه تاريخ، منتخب الطوبه الشهير اللي مباراتنا اتعادت معاه وما قدرناش نكسبه، فمنتخب زيمبابوي. فاعتقد ان الامور مش سهله زي ما الناس متخيله، قصدي منتخب الكونغو موجود من المنتخبات القويه المميزه اللي فيها لعيبه محترفه، الامور ليست سهله. انا في ظني ان مفيش اي مباراه سهله في كره القدم الا بعد نهايتها. يعني انت تقول سهله لما تلعب وتحقق نتيجه كبيره جدا، انا بقول المباراه سهله، لكن صحيح اي مباراه صعبه، انك انت لا تتخيل ان اداء ال 11 لعيبه اللي موجودين دول هيعمل معاك ايه. ممكن فرق ياما فرق صغيره جدا عملت مفاجات مع فرق كبيره جدا، فلابد ان نحذر من هذه النغمه وبحذر من النغمه دي علشان الناس تركز بشكل كبير جدا والناس تهتم بصوره اكبر والناس ما تستسهلش الموضوع. احنا بنفكر في اللقب، فكل مبارياتنا مهمه جدا ولابد ان نحترم المنافس لاقصى درجه كما لو كنا بنلعب قدام غانا او الكاميرون او بنلعب في النهائي. اكيد. طيب خليني اسالك عن توقعاتك، مين ممكن يوصل الفاينل ومين ممكن برضه يوصل السيمي فاينل من المنتخبات المشاركه في كان 2019؟ بصي افريقيا يعني يمكن فيها معروف ان فيها قوه كروية كبيرة، صحيح. القوة دي هي دايما اللي بتوصل للنهايات. يعني
هتلاقي مثلا عندك مصر دايما من الدول المرشحه. احنا بنحمل ريكورد عندنا 7 ألقاب محدش حقيقي. موجود ليه لما نتكلم بعدين على طول منتخب الكاميرون موجود اللي لعبنا معاه الفاينل اللي لعبنا معاه الفاينل الاخير ولعبنا معاه كمان فاينل قبل كده منتخب غانا منتخب كوت ديفوار منتخب السنغال منتخب نيجيريا عمل مباراه كويسه وكان مميز جدا في كاس العالم منتخب ليه اسمه ليه تاريخ أكيد. منتخبات الشمال الافريقي عندنا تونس والمغرب مهمين جدا ومنتخبات افريقيا والمغرب كانت اول مره نفوز عليها في كان 2017 بعد 30 سنه ده صحيح يعني وغير كده ان المغرب من المنتخبات اللي ظهرت بشكل قوي ومميز في كاس العالم طبعا. اعتقد ان مكملين مع مدربهم الفرنسي رينر فاعتقد ان الموقف صعب جدا على الناس كلها ومش سهل والبطوله زي دي محتاجه جهد كبير جدا لان في عدد كبير جدا من المحترفين موجودين اعتقد هيكون لهم بصمه كبيره في البطوله لكن في النهايه نتمنى الفوز لبلدنا مصر تنظيما وكاسا باذن الله ان شاء الله. شكرا ليك استاذ محمد القصي ناقد الرياضي نورتنا النهارده في كلام في الميديا في مكانك يعني مشاهدينا شكرا لمتابعتك اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من كلام في الميديا ومن بكره ان شاء الله يكون معاكم زميلي امير هشام في كلام في الميديا.